سين سؤال: كم مرض يمكن لعشبة الريحان علاجه؟ جيم جواب: الرقم لا يمكن إحصاؤه لأنه ضخم جدا، وخلونا نثبت كلامنا بالأدلة العلمية القديمة والحديثة. الريحان عرف كدواء له خصائص كتيرة في الطب القديم، ووصف في كتب التراث العربي بأنه نبات عطري له قيمة طبية علاجية، وده لاحتواء الأوراق على الزيت العطري الطيار اللي بيحتوي على مواد الكافور واللينول، فبتستخدم أوراقه المنقوعة أو المغلية لعلاج كتير من الأمراض. وخلونا نلخص 10 فوائد سريعة للريحان. 1- بيمنع أمراض والتهابات العين الموسمية والدمامل، وده لغناء بفيتامين ألف الضروري لصحة العين. 2- الريحان بيعالج حالات ضربة الشمس والدوخة والصداع. والطريقة بوضع مسحوق الريحان في مية مغلية ونسيبها 10 دقايق ونعمل بيها كمادات على الجبهة والأصداغ. الريحان كمان بيقوي الجهاز المناعي بفضل غناء بالبيتا كاروتين اللي بتتحول لفيتامين ألف النشيط. 4- يمكن استخدام الريحان لإدرار المزيد من اللبن عند الأم المرضعة. 5- يمكن استخدامه قبل الدورة الشهرية وبعدها لتعزيز الدورة الدموية. 6- الريحان بيمنع ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية، وبكده فهو بيحمي القلب من أمراض كتيرة، ومن أشهرها تصلب الشرايين لأن مادة البيتا كاروتين بتقلل من أخطار الإصابة بأمراض الأزمات القلبية. الفايدة 7- إن الريحان غني بشكل خاص بعنصر المغنيسيوم، واللي بيدعم عضلة القلب والأوعية الدموية وينظم معدل ضربات القلب. 8- يمكن استخدام الريحان لعلاج التشنج والخفقان والرجفة، والطريقة بنقع زهرة الريحان في المية المغلية لبضع ساعات، وبعدين نشرب المنقوع بعد كل وجبة، ويمكن تخفيفه بالمية. 9- الريحان بيوصل تأثيره العلاجي لتسوس الأسنان، والطريقة بسحق بذور الريحان وغليها واستعمالها كمضمضة لقتل جرثومة نخر الأسنان. 10- يمكن استعمال أوراق الريحان كمستحضر استنشاقي بعد تجفيف أوراق الريحان وبذوره. الطريقة دي مفيدة في علاج التهابات الأنف والشعب التنفسية وفقدان حاسة الشم والزكام اللزج، وكمان لها تأثير في علاج الصداع. كمان يمكن استخدام عصير أوراق الريحان الطازة بتقطيرها في الأذن لعلاج التهابات الأذن. وخلينا نخصص الكلام شوية على بعض أجهزة وأعضاء جسم الإنسان، ونبدأ بالجهاز الهضمي. بيستخدم الريحان لتهدئة الجهاز الهضمي وتقويته وعلاج حالات القيء الشديد، والطريقة بخلط عصير الريحان مع عصير الزنجبيل والعسل، ويمكن كمان مضغ أوراق الريحان قبل الوجبات لفتح الشهية. كمان شرب الريحان مغلي بعد الوجبات بيساعد بشكل فعال على الهضم، ومن فوائده المهمة جدا في الناحية دي انه بيقلل من الانتفاخات والغازات. والشيء بالشيء يذكر، بيستخدم الريحان في النطاق الشعبي لتخفيف ألام الروماتيزم والبرد، كمان بيخفف ألام المفاصل الناتجة عن الإجهاد. أما فوائد الريحان بالنسبة للبشرة والشعر، فالريحان فعالية أكيدة في علاج حب الشباب والبثور، كمان يمكنه تفتيح لون البشرة وتقوية فروة الرأس وتطهيرها وعلاجها من الأمراض الجلدية. الريحان مفيد بشكل خاص في إزالة القشرة من الرأس وتقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، ومن هنا فهو بيساعد في تكثيف الشعر وتطويله. ووصفة الريحان التقليدية لمنع تساقط الشعر هي باستخدام منقوع الأوراق، وبتكون بأخذ 150 جرام من الريحان المجفف وننقعهم في لتر من المية السخنة بدرجة الغليان، ونصبر عليه ليتم استحلابه لمدة 20 دقيقة. بعدين نعصر الأوراق ونصفي الحاصل، ونفرك به فروة الرأس مرة في اليوم لمنع تساقط الشعر. أوراق الريحان يمكن استخدامها كمطهر عام للجراثيم والبكتيريا، وهي علاج فعال للدغات والعضات والجروح والحروق. بذور الريحان بتحتوي على مواد شبيهة بالمضادات الحيوية، واللي بتفيد في الوقاية والتداوي من الانتانات الجلدية، وبعض الناس بيعرف الانتانات بالدمامل، وعلشان هو بيسرع من شفاء الجروح الجلدية الصغيرة، فبعض المراهم الجلدية بتشتمل على مستخلصات من الريحان. أما بالنسبة للجهاز التنفسي، فللريحان دور في التخلص من البلغم، ويمكن استخدامه لعلاج التهابات الحلق ونزلات البرد والسعال بشرب مغلي الأوراق. الريحان بيتم استخدامه تقليديا لعلاج الحمى، والطريقة بغلي أوراقه في المية مع الحليب والسكر،
بعدين نعمل كمادات للجسم لمدة 3 ساعات، ومحتاجين نغوص شوية في التاريخ وننقل كلام ابن سينا الملقب عند العرب والغرب بأبو الطب، وبيقول إن الرحال ينفع مع البواسير طلاء بعد أن يضاق طازج أو يؤخذ دهنه ويصير مرهما، وبيكمل إنه نافع للنفخ يعني الغازات العارض للمعدة. كمان اتقال عنه في الطب القديم إن شمه ينفع للصداع وإنه بيجلب النوم وبذوره حابسة للإسهال ومسكن للمغص ومقوي القلب ونافع في الأمراض المزمنة، حتى إن ابن القيم في كتابه الطب النووي اتكلم عنه. وابن الجوزي كمان قال عنه إن قوي التحليل يعني الشفاء لما في الدماغ من الفضول البلغمية والصداع البارد. وفي الطب الهندي بيستخدم الرحال لعلاج آلام الأذن والمفاصل والأمراض الجلدية والملاريا، ولأن الريحان بيحتوي على نسبة من مركب الاستراجول فبينصح للحوامل والأطفال تحت سن الثانية باجتنابه وعدم استعماله. ما تنسوش تعرفونا في التعليقات إن كانت المعلومات مفيدة ليكم بشكل عملي ولا لا، ونكتفي بهذا القدر ونراكم على خير.